طرق مختلفة يبتكرها مهربو المخدرات لتمرير الممنوعات من النقاط الأمنية هنا بمدينة الغيضة، لكنها لا تنجح دائما في ظل يقظة الأجهزة الأمنية وتحرياتهم الدقيقة. مؤخرا أثمرت الجهود الأمنية بضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر بعد عمليات نوعية نفذتها في عدة مناطق بمحافظة المهرة. خصوصا المخدرات، إدارة البحث الجنائي وإدارة البحث مديرية الغيضة قاموا بعدة يعني متابعات لمروجي المخدرات والمتعاطين، وكذلك ضبط كميات يعني غير عادية من خلال البحث والتحري لمتابعة هذه الجماعات التي تقوم بالترويج وإفساد المجتمع. تقريبا حيث عدد القضايا ما يقارب من 15 إلى 20 قضية، اللي يعني قضايا الحيازة والتعاطي، وبالنسبة للضبط 3 قضايا يعني مضبوط فيها أكثر من 90 كيلو جرام، بالإضافة إلى الأعداد المتباينة في قضايا الضبطية الأخرى. كل هذه التحديات دفعت بمنتسبي الوحدات الأمنية في المحافظة إلى تكثيف عملية الرصد والملاحقة لمروجي المخدرات وضبطهم بتعاون كبير من المواطنين، باعتبارهم عاملا مهما في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة. من الواجب علينا كمواطنين وكعمال مساندة رجال الأمن والإبلاغ عن أي حالة نجدها تسيء لأمن المنطقة والمحافظة، وهذا واجب على كل مواطن، مساندة رجال الأمن والإبلاغ عن أي حالة أو نظام أو تخريب أو أي حاجة في المنطقة. هذه محافظة من المحافظات اليمنية الذي يعمها الأمن والسلام. الكثير من القيادات العسكرية والأمنية هنا وجهت اتهامها لميليشيات الحوثي بوقوفها وراء عملية التهريب بعد توسع تجارتها في مناطق سيطرتها، وتعمل القيادات الأمنية والعسكرية في المهرة على تاهيل كوادرها باستمرار لإفشال عملية التهريب وقطع هذا الشريان المغذي لميليشيات الحوثي ولحروبها العبثية ضد أبناء اليمن. جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية في تتبع ورصد مهربي ومروجي المخدرات ومداهمة أوكارهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة بعد تزايد نشاطهم في الآونة الأخيرة. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.